عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وكذلك معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارا من يناير القادم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأكد مدبولي على ضرورة التنسيق مع المحافظات لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجا. كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية التي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة مثل وزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. من جهة أخرى أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.